بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. الآن نقارب آية 71 من سورة البقرة. ذكر لفاش وإذ قتلتم نفسا، لا منا وما عادتهم القتل على أتفى الأسباب، وما عملوا مع الأنبياء عليهم السلام، مع سيدنا زكريا عليه السلام وابنه يحيى عليه السلام، عملوا مع أنبياء أخرى سابقين. ولا ما تستغربش الطبيعة الإسراع بقتل الناس بغير وجه حق عند بني صهيون، هون يقتلوا فينا تو. ولكن هم نسوا حاجة، وقت اللي يقتلوا حتى اللي في بطن أمه مازال لم يولد بعد، هما يعجلوا ربي يعجل لقتلانا باش يكونوا في عندية الله، وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. هذا ما يفهموش، ما عندهمش مستوى هكا واعي باش يفهموا الكلمات هذية، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، هذه ما يفهموش. عندهم هما الوحيدين اللي مش يتبوا الجنة وبالخلود بور ليترنيتي. قال ربنا في آية 71 من سورة البقرة وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، يعني ما اتفقتوش في البحث عن القاتل الحقيقي، لأن تبعتكم ضيعوا الحقيقة. عندكم الإجرام ما يكونش عندكم في برامجكم، الإجرام ما يكونش تعاقب عليه من تسبب فيه، هون يقتل فينا وضميره مرتاح. قال كلاب لا، بالعكس احنا مش نطهروا الجهة ذيك من آثار محمد عليه الصلاة والسلام. شوف بالضبط قصد الخبيث. وإن قتلتم نفسا فادرأتم فيها، أي اختخصمتم في شأنها، أن نبحث عن القاتل الجاني أم لا. وما ما همش كما تقول أنت حريصين على التدقيق حتى يصلون إلى القاتل الأثيم، لا ما عندهمش، يعلم من كلهم تغلب عليهم غريزة القتل، اقتل ولا تخلي أثر يتهموك به نوعا ما. وهذا موجود في عدة كتب كيفاش يوصي بعضهم، خاصة الموساد الأعضاء اللي فيها، اقتل وما تخلي حتى اثر اللي القاتل هو صهيوني. لازم تعرفوا بالضبط الناس هذوما الى اي مدى يطبقون برنامج ابليس اللعين اللي توعدنا بشر كبير وهو في حضرة الرب الاكبر سبحانه وتعالى. والسلام علينا امة الاسلام، امة الخير والصدق والجهاد، والحمد لك ربنا أن آزرتنا وثبتت أقدامنا على توحيدك وعلى الإخلاص لك وعلى طاعتك الكاملة. نحمدك حمدا لا حدود له يا مولانا وولي نعمنا، والسلام على أهل السلام.